من طهران ينضم إلينا مباشرة حازم كلاس مراسلنا هناك. أهلا بك حازم، لو تجمل لنا أبرز التصريحات التي وردت في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية لهذا اليوم، طبعا علي ربيع. علي ربيع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أراد أن يقول بأن المباحثات تمضي قدما وأن الأمر يتعلق بالتفاصيل التي يتم مناقشتها في من خلال اللجان التخصصية والخبراء في فيينا، وبطبيعة الحال أشار إلى أن كل الخطوات التي اتخذتها إيران حتى الآن بما فيها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% سيتم التراجع عنها حالما يعود الجميع إلى التزاماته في الاتفاق النووي. وكان عباس عراقشي ليلة أمس قد نفى أنباء ترددت بأنه من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت، وهذا ما أشار إليه المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أيضا. يعني إيران تريد القول بأنه إما أن يكون الاتفاق وفق الشروط التي وضعتها وهي عودة أو رفع جميع العقوبات الأمريكية دفعة واحدة عن إيران، ومن ثم تتحقق إيران من ذلك ومن ثم تعود إلى تعهداتها في الاتفاق النووي، وإلا فإنه لن يكون هناك أي تفاهم، مرفوض أي توصل لاتفاق جزئي أو مرحلي يقوم على أساس مثلا الخطوة خطوة، يقوم على أساس تحرير بعض الأموال الإيرانية مقابل تراجع إيران عن بعض الخطوات التي اتخذتها. هذه الخطوات مرفوضة من قبل إيران، أكد عليها علي ربيعي في مؤتمره الصحفي، وأكد عليها ليلة أمس أيضا كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقشي. نعم، طيب حازم، بنفس الوقت علي ربيعي لم يستبعد أن يتم التوصل إلى إحياء للاتفاق النووي بزمن قصير، لكن ذلك ربطه بإجراءات قد تقوم بها واشنطن، خاصة من ناحية رفع أنواع الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي، أليس كذلك؟ يعني هناك نوع من التفاؤل الحذر سواء لدى ربيعي أو الكثير من المسؤولين الإيرانيين أو حتى الوفد الإيراني المفاوض المتواجد في فيينا. هذا التفاؤل الحذر قائم على فكرة أن تواجد الوفد الأمريكي يعتبر من قبل طهران حاليا على أنه يعني سير بالاتجاه الصحيح. الآن الخوض في التفاصيل هو المهم. حتى الآن ما رشح من المفاوضات في فيينا وما يتحدث به المسؤولون الإيرانيون هنا في طهران هو أن الأمور وصلت إلى مرحلة يجب فيها تدوين وكتابة كل ما تم التوصل إليه من آلية لرفع العقوبات، وبطبيعة الحال إعداد القائمتين اللتين يتم إعدادهما، قائمة العقوبات الأمريكية التي سترفع وقائمة الإجراءات التي ستقوم بها إيران للعودة إلى تعهداتها في الاتفاق النووي، يجب أن يتم الاتفاق عليها من قبل الجميع، لأنه سيتم هناك مراجعة ومساءلة وتحقق من كل هذه الخطوات. هذا التفاؤل ربما لدى ربيعي مرتبط بشيء من دفع عملية التفاوض أو رغبة لدى الحكومة الإيرانية بأن يتم التوصل سريعا ربما قبل الانتخابات الرئاسية في إيران في حزيران يونيو المقبل إلى توافق. ولكنه قال أن إذا لم تتحقق الشروط الإيرانية فإيران ليست في عجلة من أمرها. حازم كلاس من طهران، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات والتفاصيل.